السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدي قناة فريدات. سنشرح اليوم بعض الايردروبات، وإن شاء الله ستصلكم إلى محافظكم كما عودتكم في قناة فريدات. أصدقائي الكرام، أولا أريد أن أقول لكل من يشاهد الفيديو لأول مرة، فضلا فليقم بسبسكرايب وتفعيل الجرس حتى يصله كل جديد. ثانيا أصدقائي، سنذهب إلى أول عملة أقوم بشرح في هذا الفيديو، وهي بيت فالف. كما ترون هذه العملة، واحد من قطعة من بيت فالف يساوي 0.2 دولار، وهذه استيماسيون توقعات من الموقع أو من صاحب هذه العملة. طريقة المشاركة في هذا الايردروب، سأضع لكم كل الروابط تحت الفيديو. تضغط على الرابط صديقي، ثم تضع الاسم الخاص بك والإيميل ومحفظة الإثيريوم الخاصة بك، ثم تذهب إلى الإيميل كما ترون هنا بيت فالف باونتي. يبعث إليك برسالة تقوم ب confirm your entry. ستضغط على هذه الكلمة، سيفتح إليك هذا هو الموقع الخاص بهم للتسجل في هذا الايردروب. ايردروب يعطيك على كل عمل تقوم به 1 نقطة. مثلا أصدقائي، هنا عندما تتابعهم على التليجرام يعطيك 1 نقطة، هنا لايك وفولو على الفيسبوك 1 نقطة، وهنا شير على اند كومنت على الفيسبوك 2 نقطة، على تويتر كذلك أنا قمت بهم. عدد النقاط التي تحصلت إلى حد الآن هي 10 نقاط، والرتبة الخاصة بي هي 439. ايردروب جديد، ويعطيك أيضا أصدقائي 1 نقطة على كل إحالة. إذا كنت من المراتب الأولى فستحصل على بونيس يضاف إلى مرابحك في هذا الايردروب. وإذا لم تتحصل على بعض عديد الريفيرال، ستحصل فقط على المينيموم الذي ستحصل عليه من هذا الايردروب، وهم لم يقولوا ذلك بعد اصدقائي. شكرا لكم. بالنسبة الى عملية التسجيل، ستسجل انا امامكم. هنا يعطيك الرابط، هذا اللون الاخضر هو موقعك وترتيبك. مثلا انا لدي 10 نقاط كما ترون هنا، ساقوم بمتابعتهم على التليجرام. اضغط هنا هكذا طريقة العمل، ثم اقوم بهنا فتح التليجرام هكذا. هذا هو التليجرام الخاص بهم كما قلت لكم، هذه طريقة العمل. أفتح التليجرام، نعم هكذا، ثم أقوم برجواند الجروب هكذا، ثم أأتي بالتليجرام الخاص بي هنا، التليجرام الخاص بي هكذا، هذا هو الاسم الخاص بي، نعم أصدقائي، أأتي به مع هذه العلامة كله، يعني أصدقائي كله هكذا أكتبه هنا هكذا، ثم أقوم بالضغط على هذا السهم. كما ترون هنا التليجرام لقد اختفى رقم 1 ويضاف إليه، وأصبح لدي 11 نقطة. كذلك على الفيسبوك أقوم بالضغط هنا، ثم أقوم بلايك على الفيسبوك هنا، متابعتهم على الفيسبوك. وماذا يطلبوا مني؟ يطلبون اليوزر نيم. سنأتي باليوزر نيم على الفيسبوك هكذا، بعد أن نقوم بلايك نذهب ونأتي بالاسم الخاص بنا على الفيسبوك، هذا هو الاسم الخاص بنا على الفيسبوك، وأضغط على هذا السهم وسيحتسب إلينا كما رأيتم هنا 12 نقطة. ما زالت مهمة واحدة لم أقم بها، وهي شير ولايك على وأند كومنت على الفيسبوك. فقط نضغط هنا هكذا ونقوم بهذه المهمة، وأيضا نأتي باليوزر نيم، سأضعه هنا، هذا هو اليوزر نيم الخاص بي على الفيسبوك. وهنا سنقوم بشير وكومنت اند لايك لهذا الفيديو، أو هنا أصدقائي كما يقول لنا. فقط هذه هي المهمة بالنسبة إلى هذا الايردروب. سننتقل مباشرة إلى ايردروب الثاني، وهي منصة كما ترون هنا بي بوكس، منصة ستقومون بالتسجيل فيها أصدقائي أولا، ثم تذهبون إلى هنا إلى هذا الايردروب حتى نتبع هذه التعليمات الايردروب. أولا أصدقائي، بالنسبة إلى هذه المنصة تهدينا، يعطينا هدية. سنضغط هنا على كلمة بي بوكس هكذا، نضغط على كلمة بي بوكس ونذهب إلى هنا. ترى هنا أن العملة الخاصة بهم أولا مقدرة ب 0.15 USD، يعني 0.147 من عملة الاي اس دي، يعني من الدولار 0.14 دولار. هذا المال، هذه لن تفتح الا في اول في يوم 1/4 اصدقائي.
الشهر القادم أو شهر 1/4 ستفتح هذا الصندوق حتى يقدموا إلينا بونيس. لكن البونيس هذا أيضا مرتبط أصدقائي بهذا الأردروب. عند التسجيل في هذا الأردروب هنا سأضع لكم اللينك الثاني، أولا اللينك الخاص بهذه المنصة، ثم تذهب هنا إلى اللينك الثاني وتضع الإيميل الخاص بك ومحفظة الإثيريوم الخاصة بك، ثم تقوم بسبمايت كما هنا أصدقائي هكذا. بعد أن نقوم بسبمايت سيظهر لنا هنا كود، ثم يظهر هنا رابط الرفل الخاص بنا، وهنا لا يوجد أي عملة، صفر من هنا، صفر أنفيد يعني لا يوجد إحالة، وصفر من العملات. ماذا سنفعل؟ سنأخذ كوبي لهذا الكود ثم نذهب ونتبع التليجرام جروب. سأضغط على هذا التليجرام جروب الخاص بهم هكذا، أقوم بمتابعة التليجرام جروب هنا الخاص بهم كما ترون هذا هو. أقوم برجواندر التليجرام جروب وأضع لهم الكود كلي هكذا، ثم أقوم بأنفوي مثل الآخرين، مثل هذا الكود، مثلا هذا الكود وهذا الكود أيضا أصدقائي، هذا الكود أيضا، كل من شارك في هذا الأيردروب. الأيردروب أيضا جديد، هنا مثلا 2019 فقط ممبر في هذا الجروب، يعني ليس هناك مشاركين جدد، يعني ما زال جديد. ثم أصدقائي نعود إلى هنا، نعود إلى هنا بعد إتمام، نأخذ الرابط الريفرال ثم نقوم بريفريش. حسنا أصدقائي كما ترون هنا بعد الريفريش أصدقائي تجدون أن أصبح الرصيد لديكم 888 قطعة، كما يقول لنا هنا الموقع 888 قطعة من أفو، وعلى كل ريفيرل 444 AVO. هذا هو رمز العملة، وهذا هو رصيدي الآن عند التسجيل فقط. سارعوا أصدقائي في التسجيل في هذا الأردروب، وانتظروني إن شاء الله بعد حين في فيديو آخر لشرح لعملة موجودة على الكوين ماركت كاب. شكرا لكم أصدقائي، لمن أراد المشاركة في هذين الأردروبين الذي قمت لهم بالشرح فليقم بسبسكرايب وتفعيل الجرس، وينتظر بعد قليل أردروب أيضا موجود على الكوين ماركت كاب سأقوم بالشرح الخاص بي. شكرا أصدقائي.